خلصنا جزء دكتور أيمن، نبدأ بقى بجزء دكتور مجدي. آخر حاجة اتكلمنا عليها كانت اللي أنا ندخل جنريتور أو كنا بنسميه alternator على isolated load، بندخله على اللود مباشرة. إنما دلوقتي هنشتغل على الالترنيتور، إن أنا هدخله على infinite إيه infinite bus أو bus bar، بمعنى صح إن أنا هربطه على الشبكة بتاعتي. طيب مبدئيا كان المسألة بتاعت الميد إن شاء الله هنبقى نحلها في فيديو، نقول الفكرة بتاعتها في فيديو، أو هنحل المسألة كلها يعني في فيديو لوحدها في الآخر بإذن الله، وبعد ما أخلص يعني الجزء بتاع دكتور مجدي، وإن شاء الله مش هياخد مننا وقت يعني بكبيره قوي، 5 فيديوهات ولا حاجة. طيب الجنريتور عشان احطه على باص بار او اربطه بالشبكة لازم يبقى عندي حاجتين مهمين لازم يكونوا موجودين، ان يكون الفي اللي بيطلعها هيها الفي بتاعت الشبكة بتاعتي، ويكون كمان التردد بتاعي ثابت، يعني الفي ثابتة والايه او والاف ثابتة، يعني نفس الايه نفس الفي والاف بتوع الايه بتوع الشبكة بتاعتي. طيب مبدئيا كده ايه الخواص اللي بيتمتع بيها الايه الجنريتور لما يتحط على شبكة او يتحط على باسبار؟ اول حاجة ان هو بيدور بسرعة قريبة، اللي هي سرعة الايه السينكرونس ايه سبيد بتاعتي، ودي بتعتمد على الايه السرعة بتاعته، يعني بتعتمد على الايه تعتمد على الفريكوانسي. انا عارف ان ال ان اس بتساوي ايه 120 اف اس على بي، يبقى السرعه بتاعته بتعتمد على الايه على الفريكوانسي. جميل. وانا كنت قايل ان الفي لازم تبقى ثابته، يعني فرق الجهد اللي طالع من الجنريتور لازم يكون هو فرق الجهد بتاع الايه او الجهد بتاع الايه بتاع الباس بار، علشان الاتنين يكونوا ليهم نفس الايه نفس الجهد. فانا عايز الفي تيرمينال بتاعت الجنريتور او الالترنيتور بتساوي الفي بتاعت الايه بتاعت الباص بار. دي تاني خاصية بيتمتع بيها. تالت حاجة بقدر اغير في الباور فاكتور عن طريق تغيير الاي ايه الاي فيلد، يبقى كل ما اغير الاي فيلد ممكن العب في الايه في الباور فاكتور براحتي. طيب لما اغير في الباور فاكتور كده انا ممكن اغير في الايه في الكيو اللي هي الفار. جميل. فبالنسبة لي كل ما زود الاي اف او اعمل حاجه اسمها اوفر اكسايتيشن عشان زودت الاي اف، هيعمل ايه عندي؟ هيزود لي الكيو او هيزود لي الكيلو ايه الكيلو فار. يبقى انا لو حبيت ازود الكيو هزود الاي اف او اعمل اوفر اكسايتيشن، لو حبيت اقللها هقلل الايه الاي اف. رابع حاجه عندي الباور، الباور اللي طالعه من الايه من عندي ديت هنتحكم فيها ازاي؟ هتحكم فيها عن طريق البرايم ايه البرايم موفر. هزود بقى الايه السرعه بتاعت البرايم موفر، سواء انا كنت مدخل له ستيم سواء مدخل له اي حاجه، هنزود الحاجه اللي انا مدخلها له ديت، او هزود الباور اللي داخله له، الباور اللي خارجه ايه هتزيد لي. فانا كل ما ازود البرايم موفر او الحركه بتاعت البرايم موفر، سواء زودت ستيم مثلا لو كان المكنه بتاعتي شغاله بالستيم، فالباور بتاعتي هتزيد. فكان في حتى اسئله كانت جايه في الامتحان بتاع العملي السنه اللي فاتت، كان بيقول لك لو انا عايز اعلي الباور هزود الستيم، بمعنى صح هعلي البرايم موفر. طب لو عايز ازود الكيو قلنا اللي احنا بنزود الايه الاي فيلد. طيب وقلنا لما الاي فيلد يبقى عالي بنعمل حاجه اسمها اوفر اكسايتد او اكسايتيشن، ولما يبقى صغير بيبقى اندر ايه اندر اكسايتيشن او اندر اكسايتد. طيب علشان اربط الجنريتور بتاعي على الشبكه لازم يبقى فيه شويه حاجات كده، يعني لازم يبقى فيه كام حاجة اهتم بيهم ولازم يكونوا موجودين. اول حاجة انا عندي ادي 3 فيز بتوع الايه بتوع الجنريتور، هوصلهم على الايه على الباس بار بتاعتي، في في النص سويتشات. طيب السويتشات ديت لو عليها فرق جهد ممكن تعمل لي مشكلة، فلازم قلنا زي ما قلنا فوق لازم الفي اللي هنا تساوي الفي اللي ايه الفي اللي هنا. جميل. طيب بعمل ايه بقى علشان اخلي الفي بتاعتي ايه متساوية؟ اول حاجة هظبط ان السرعة بتاعتي تكون قريبة من السينكرونس بيت. ليه؟ عشان التردد بتاعي يبقى ايه يبقى ثابت. هنلعب لحد ما ايه ما نغير
السرعة ونخليها قريبة من السكرون سبيد عشان أخلي التردد بتاعي ثابت. تمام، قبل ما نغير ال F لحد ما نثبتها على قيمة معينة هيثبت لي الإيه، هيثبت لي السرعة، وده بنغيره عن طريق البرايم موفر. يبقى أول حاجة بنشتغل السرعة بتاعتي لحد ما توصل لسرعة قريبة من الإيه، من السينكرونس سبيد عن طريق البرايم موفر. وعن طريق البرايم موفر إزاي؟ اللي أنا إيه هغير الإيه ال F. طيب تاني حاجة قلت لازم ال V اللي هنا تساوي ال V اللي هنا. طب ال V اللي طالعالي من الجنريتور كانت اسمها إيه؟ ال E F صح؟ عايز اسويها بالايه، بالفي اللي الناحيه التانية اللي هي بتاعت الايه، بتاعت الباسبور. جميل، طب دي هثبتها ازاي او هسويها ازاي؟ الاي اف دي جايه لي منين؟ جايه لي من الاكسيتيشن بتاع الاي ايه، الاي اف. فانا هنعدل في الاي اف علشان اخلي الاي اف بتساوي الايه، الفي واحد. اخر حاجه هظبط الايه، السيكونس. السيكونس بتاعي لازم يكون ايه، مظبوط. يعني السيكونس بتاع الجنريتور هو السيكونس بتاع الباص ايه، الباص بار. طيب يبقى ديت الحاجة اللي انا هعملها علشان احاول اربط ما بين الجنريتور والايه، والباص بار. طيب علشان نعمل الحركة ديت، الحركة دي بنسميها سينكرونايزيشن. يعني ايه؟ بنعمل تزامن ما بين الايه، الفي اللي طالعه لي من الجنريتور والفي بتاعت الايه، الباص بار. طيب الحركة ديت لازم يبقى عندي اربع حاجات متحققين. اول حاجة سيم ايه، سيم فولتج، قلنا لازم الفولت هنا يساوي الفولت هنا. تاني حاجة لازم يكونوا الاتنين ليهم نفس التردد علشان السرعة بتاعتي تكون تقريبا ثابتة. تالت حاجة لازم يبقى عندي ايه، الايه كلهم ليهم نفس الايه، سيم فيز. جميل، ما يبقاش حاجة زايد عن التانية في الفيز. رابع حاجة والأخيرة قلنا اللي هي الايه، السيكونس، يبقى عندي سيم سيكونس. ديت الشروط اللي أنا المفروض تبقى موجودة عندي علشان نعرف نربط ما بين الجنريتور أو الألترنيتور بتاعي والايه، والباسبور. طيب الحركة بتاعت السينكرونايزيشن ديت بعملها ازاي؟ عندي طريقتين. أول طريقة يا إما نجيب جهاز اسمه سينكرونوسكوب، وده جهاز بيحدد لي شكل السرعة. جميل، الجهاز ده بيحدد لي شكل السرعة، يا إما يقول لي السرعة ديت أعلى من السينكرونس، يا إما أقل من الإيه، أقل من السينكرونس. طيب لو أعلى من السينكرونس يبقى أنا كده عندي غلط في السيكونس، يبقى أنا مبدل السيكونس، فنيجي ألف في ستيم مع بعض السيكونس بتاعي يتعدل. طيب لو كانت أقل من السينكرونس سبيد، ده ديت بقى حت إيه، هقعد أزود السرعة بتاعتي لحد ما أخليها إيه، لحد ما اخليها قريبة من السينكرونس سبيد. وكده هنبدأ نعمل سينكرونايزيشن عادي. جميل، طيب ديت اول ايه، اول طريقة بالايه، بالجهاز. طيب تاني طريقة باستخدام اللمبات. اللمبات دي عندي منهم طريقتين، الدارك ميثود او البرايت ميثود. فانا هبدأ بالدارك ايه، الدارك ميثود. دي التوصيله بتاعتها عامله ازاي؟ المنظر ده، ادي هنا ده سويتشات، وهنا ده الفي بتاعت الباسبار، وهنا الفي بتاعت الايه، او هنا الاي اف، وهنا الفي واحد، وهنا اول لمبه، تاني لمبه متوصله على الفيزا، تالت لمبه متوصله على الايه، على الفيزا. انا المفروض عندي لما يكون ال V قد ال EF هيبقى فرق الجهد في الحتة ديت بكام؟ هيبقى بصفر. طيب لما فرق الجهد يبقى بصفر مفيش تيار، فاللمبات ديت مش هتشتغل صح؟ فلما اللمبات التلاتة يطفوا مع بعض، فكده أنا عرفت إن ال EF قد ال V، فكده ممكن نعمل إيه؟ سينكرونايزيشن. طيب بس الطريقة ديت مش عملية. ليه؟ لأن اللمبات ديت بيبقى الجهد بتاعها عالي شوية، يعني بيبقى كبير. فبالنسبة لي لو أنا فرق الجهد ما بين الإي والفي كان صغير، ما يقدرش يقوم اللمبات ديت، فهيبان لي إن التلات لمبات دول طافيين، فكده فعلا ممكن يكون في فرق ما بين الإي والفي، واللمبات ديت مش مبينهم. فالطريقة ديت مش عملية، علشان مش شرط إن أنا أجيب اللحظة المناسبة اللي عندهم كلهم طافيين في الوقت اللي الإي إف بتساوي الفي. يبقى الطريقة ديت مش كويسة علشان
مش شرط الاي تساوي الفي، لان اللمبات دي بتشتغل على فرق جهد كبير شوية، ففي فروق الجهد الصغيرة ما بين الاي والاف، يعني مثلا لو فرق الجهد بتاعها 380 فولت، ففرق الجهد اللي اقل من 380 مش هيقاومها، تمام؟ فعشان كده لو عندي نسبة ما بين الفي والاي اف صغيرة، هيبقى الثلاث لمبات دول عندي مطفيين، فعشان كده هيسبب لي مشاكل لو عملت ايه، لو عملت سنكريزيشن. طيب فانا بالنسبة لي الطريقة ديت مش عملية. طيب الطريقة اللي بيشتغلوا بيها هي طريقة الايه، البرايت لامب، ايه البرايت لامب ميثود ديت، نفس الطريقة بس هغير فيها حاجة صغيرة. بس انا عندي نفس الفكرة، طرف للفي وطرف للاي. عندي هنا اللمبة الاولى بدل ما نحطها على نفس الفيزا، لا هحطها على الفيزا اللي ايه، اللي وراها. جميل. وهنا من هنا لهنا، من الفيزا التانية للفيزا الأولى. كده أنا عملت إيه؟ قلبت الفيزتين الأولى والتانية مع بعض، والتالتة هتبقى زي ما هي. جميل. طيب الشكل ده هرسمه كفيكتور، يعني أنا عندي A و B و C، وعندي A داش B داش و A و C داش بالمنظر ده. فانا عامل هنا ايه، لو ده سميته ايه وده بي وده سي. جميل. فانا موصل ما بين ايه وايه داش، فهنا في لمبة، وما بين بي، ما بين بي وايه وسي داش، يبقى من هنا لهنا، والاخيرة ما بين سي وايه وبي داش، يبقى ما بين سي وبي داش في لمبة هنا كده. جميل. يبقى انا بالنسبة لي لو عندي في حالة تطابق ال A على ال A داش، وال B على ال B داش، وال C على ال C داش، منطبقين على بعض، يعني الاتنين دلوقتي عاملين سينكرونيزيشن او في حالة سينكرونس يعني، فانا في الحالة ديت هتلاقي فرق الجهد على اللمبة اللي هنا ديت بقى بكام؟ بقى بصفر، فاللمبة دي مطفية. وهنا فرق الجهد على الاتنين دول، البي هتبقى عند البي داش والسي عند السي داش، فهيبقى فرق الجهد على الاتنين دول ايه، متساوي. فهتلاقي اللمبتين دول بينوروا بنفس الايه، بنفس الإضاءة. يبقى لما يكون عندي اللمبة دي مطفية واللمبتين دول قايدين بنفس شدة الإضاءة، يبقى أنا فعلا عندي الحالة ديت، الحالة اللي أنا عندها فيها ايه، فيها سينكرونايزيشن، أو عندي ايه، تزامن ما بين الايه، ما بين الفي اللي طالع لي من الجنريتور او الالترنيتور، والفي بتاعت الايه، الباس بار. جميل. ولو عندي في الحاله ديت ان اللمبات بتاعتي بتنور ويطفوا كلهم مع بعض، فانا في الحاله ديت عندي غلط في الايه، في السيكونس، موصل السيكونس بتاعي غلط. فالطريقه ديت اضمن ليه، لان انا عندي واحده هتطفي، ففعلا انا عارف ان في فرق جهد هنا صفر، والاتنين هينوروا بنفس الاضاءه، فكده ديت اللحظه اللي فعلا عندها ال A وال A داش وال B وال B داش وال C وال C داش منطبقين على ايه، على بعض. ديت كده كشرح سريع للطرق اللي انا بنعمل بيها ايه، سينكرونايزيشن او سينكرونس يعني، للايه، للمكنة بتاعتي على الباص، ايه، على الباص بار. شكرا.